طيب، هل سقطت أوراق الوزير جبران باسيل بنظره برأيك رئاسيا، ولا بعده عم بيحاول الوصول إلى أنه هو يكون مرشح لرئاسة الجمهورية؟ هلا هي عند كل مارونة بتكون الحظوظ ماشية دائما، يعني إذا بتحكيهم في يعني حضرتك صحفية وزميلي وبتعرفي مثلك، يعني كم مارونة بدق لك بالنهار إنه والله لازم نطلع حلقة، وإذا بتضوي على هيدي القصة يعني، وإذا بينكب اسمي يعني، هو كل مارونة عنده إياها هيدي انه يكونوا ضمن دائره المرشحين بدون ما يوصلوا على الرئاسه، يعني بس ينطرح اسمه كمرشح يعني. فجبران باسيل لو استسلم رئاسيا بتخيل كان عدل بادائه السياسي، لهلا منه مبين هذا الشيء يعني، رغم انه بالعلن بيطلع التيار لا منه مرشح ومنه شايفه اكله وكل هيدا الامور. نعم. بس ضمنيا اذا مش شايفه اكله في اداء معين لازم يكون، لهلا منه مبين انه صار. والمسار اللي انحكى فيه كثير يعني، محاولة طرح التكتل أو تبني التكتل لاسم مرشح من خارج صفوفه للرئاسة، كمان اصطدمت بمعارضة نواب من داخل التيار انه لا عم بدنا نروح لاسم من برا، مش حدا من بيناتنا من جوا. وقفت الأمور عند هذا الحد، علما انه مسعى جبران باسيل بعد ما وقف يعني. بالأسبوع الماضي شفنا يمكن بالإعلام التقى مع فيصل كرامي. نعم. ومع غسان سكيف بظن، بس كمان في اتصالات أجريت مع أقلوا العارفين خمس نواب مستقلين أنه يكونوا عم يلتقوا مع جبران باسيل. ممكن يكون لهم لقاءات بالأيام التالية أو ممكن تكون مؤجلة، بس أقلوا في خمسة هؤلاء أنا عارف فيهم تم الاتصال فيهم أنه حاب يلتقيكم تتشاور وتشوفوا شو الوضع. بس بهدف شو؟ الوصول إلى مرشح ثالث يعني؟ ولا الشيء اللي حاول يعمله مع وليد جنبلاط، ويبدو ما مشي مع وليد جنبلاط. يعني ما مشي مع حزب الله، ما مشي مع وليد جنبلاط، عم بيحاول يلاقي خلق بمجال ثالث. طيب، بس ينقل عن الاجتماع اللي صار بين حزب الله والوزير جبران باسيل انه سألوا الحاج حسين انه مين مرشحك، يعني اعطينا اسماء، ليه بعد ما في اسماء عند الوزير جبران باسيل طالما هو رافض قائد الجيش وطالما هو رافض سليمان فرنجية؟ يمكن شاف انه بعد في حظوظ ما انعدمت، ليه بده يحرق حظوظه بطرح اسماء؟ ممكن احتمال. ورافض هو اي حدا من داخل تكتله انه يرشحه؟ هيدي واضحه يعني، حتى هن بيقولوها. قبل شوي قلت لك ما حدا من النواب بيقول انه رافضين او يتبنوا ترشيح سليمان الفرنجي، لا هي بيقولوها انه هو رافض انه يكون في مرشح من داخل التكتل. طيب، اليوم برايك شو في وراء بايده الرئيس نبيه بري لتحريك الملف الرئاسي؟ كان انحكى عن مبادره ممكن يقوم فيها، بس انه بالنهايه المبادره الوحيده اللي قدر يقوم فيها هي الحوار، رافضين الاطراف المسيحيه، هل ممكن يشكل خرق برايك بموضوع الحوار ويرجع يدعي له؟ هلا الحوار اللي دعا له نبيه بري بالنسبه لكتار هو لايصال سليمان فرنجي، يعني هيدي عند وتحديدا عند المسيحيين اذا بدنا نقول. فهن من هذا المنطلق رافضين لهذا الحوار. هلا الرئيس بري بمطرح بيقول انه الاساس عند اللبنانيين انه تعودوا يتحاوروا على السخن مش على البارد، وهو كان عم بيحاول يعمله انه حوار على البارد وليس على السخن. شوفي وراء بايده لعبه الدعوه لجلسه، لهلا بنتذكر انه الاسبوع الماضي ما صار في جلسه. نعم. لهلا ما في دعوه لجلسه رقم 12، الامور بعدها واقفه بمكان. وهون عم ليه برايك؟ طيب، اول ليه ما دعا؟ في احتمالين. اول شيء غير انه تكرار سيناريو عم بصير ممل وممجوج وبلا طعمه واستعراضي بمكان، بس هون في وجهتين نظر بعرضهم بلا ما اتبنى وحده منهم. وحده انه قد يكون عدم الدعوه هي التحضير للجلسه الاخيره، وهيدا اللي عم بيحاولوا ممكن يكونوا عم يعملوه. في وجهه نظر ثانيه بتقول انه اليوم مثل ما خلصت اخر دعوه باعتصام، ممكن كل جلسه تحمل تصعيد جديد ياخذنا لمكان معين.